ومتابعة للوضع في المنصورة معنا على الهواء مباشرة من هناك علاء رشوان مراسلنا. علاء، يعني بعد أيام من الحادث الإرهابي الغاشم الذي شهدته مديرية أمن الدقهلية، كيف يبدو الوضع لديك اليوم في أول جمعة بعد إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية؟ هل هناك أي تظاهرات أو مسيرات لمنتمين إلى هذه الجماعة؟ نعم، هي تظاهرات ومسيرات ولكن ليست لتنظيم الإخوان، وإنما لأهالي مدينة المنصورة وأهالي المدن المجاورة لمدينة المنصورة ومراكز محافظة الدقهلية. كما يظهر في الصورة من خلفي هي عشرات بل مئات من السكان الذين توافدوا هنا على مبنى محيط مديرية أمن الدقهلية الذي تحول إلى قبلة يتم من خلالها التنديد بهذا الحادث الإجرامي. أنباء وردت إلينا إلى أن العديد من المسيرات في طريقها إلى هذا المكان قادمة من بلقاس وقادمة من طلخة وبعض المدن المجاورة لمدينة المنصورة. كنا قد تجولنا منذ صباح اليوم في شوارع مدينة المنصورة التي خلت تماما من أي مسيرات أو فعاليات لتنظيم الإخوان. أجرى الآلاف من أهالي وسكان مدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية صلاة الغائب على أرواح الشهداء في مسجد النصر، وهو أكبر مساجد المدينة بحضور محافظ الدقهلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والحزبية والشعبية، ووفد يضم 11 عالما من علماء الأزهر جاء لتقديم واجب العزاء والوقوف على حالة المصابين في المستشفيات التي نقل إليها المصابين، والذين يعني وصل عددهم في هذه المستشفيات إلى 12 حالة لا تزال في هذه المستشفيات تتلقى العلاج. الوضع على الأرض هو وضع مسيطر تماما من جانب قوات الأمن. قوات الأمن أجرت العديد من عمليات التفتيش والملاحقة لبعض العناصر التكفيرية المطلوبة أمنيا خلال الثلاثة أيام الماضية، قامت بنصب وتسيير دوريات ثابتة ومتحركة على مداخل ومخارج المدينة وفي الشوارع الجانبية لمدينة المنصورة. كما يبدو في الصورة من خلفي مسيرات في طريقها إلى هنا، بالإضافة إلى المئات من هؤلاء المواطنين الذين جاءوا للتنديد بهذا الحادث الإرهابي ومطالبة الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد على كل من يهدد أمن وأمان المواطنين. كما يبدو في الصورة رفعت نسخ من الدستور وشارات تدعو إلى مواصلة الحرب ضد الإرهاب. نعم، في الخلفية ربما تجري على قدم وساق عمليات رفع الأنقاض التي شارفت على الانتهاء. عمال ومهندسو شركة المقاولون العرب الآن يقومون بإعداد مبنى مديرية أمن الدقهلية لإجراء الترميمات المطلوبة في هذا المبنى. نعم، علاء رشوان مباشرة من المنصورة، شكرا جزيلا لك. وصلت نيابة أول المحلة إلى موقع العقار المنهار لمعاينته على الطبيعة، حيث قررت تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الانهيار. وانتقلت النيابة إلى مستشفى المحلة العام لسماع أقوال المصابين حول انهيار العقار، وأمرت بسرعة دفن الجثامين الأربعة. وتواصل قوات الإنقاذ جهودها لإزالة بقايا العقار المنهار، فيما أكدت الإدارة الهندسية بحي أول المحلة أن المنزل المنهار قد صدرت له عدة قرارات إزالة لدورين، إلا أن المالك لم يقم بتنفيذ القرارات السابقة. وكان العقار المذكور قد انهار مساء أمس أثناء تواجد عدد من السكان به، وتمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف من انتشال أربع جثث ونقل 7 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتل الوزير اللبناني السابق محمد شطح مستشار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إثر الانفجار الذي وقع صباح اليوم في وسط مدينة بيروت. من جانبه أعلن علي حسن خليل وزير الصحة اللبناني ارتفاع ضحايا الانفجار إلى 6 شهداء ونحو 70 جريحا. في السياق نفسه أدان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم انفجار بيروت، معتبرا أن المستفيد الأول منه هي إسرائيل.
على هذا المشهد الدموي استيقظ أهالي بيروت بعدما دوى صوت الانفجار في أرجاء المدينة، وتصاعد دخان أسود في المنطقة التجارية ومنطقة الفنادق ببيروت. سيارة مفخخة استهدفت موكب وزير المالية اللبناني السابق محمد شطح الذي راح ضحية التفجير هو وأربعة آخرون، وأصيب العشرات بجراح. الانفجار دمر أيضا مطعما ومقهى وعددا من السيارات التي اشتعلت فيها النيران، في حين انتشرت رائحة المتفجرات والدخان في الأجواء. جينا الصبح مرقنا من مطرح ما بصير الانفجار، صفينا السيارة وكنا واقفين جوا بنشيل، وفجأة هز كل البناية يعني تقريبا، ونزلوا إزاز وغبرة وعبنا المطار في انفجار. وشطح شخصية سياسية معارضة ومستشار لسعد الحريري رئيس الوزراء السابق ورئيس تيار المستقبل، الذي وصف الحدث بأنه رسالة إرهابية جديدة لإحرار لبنان في تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار، معتبرا أن الذين اغتالوا شطح هم الذين اغتالوا رفيق الحريري والذين يريدون اغتيال لبنان وتمريغ أنف الدولة بالذل والضعف والفراغ حسب قوله. من جانبه أوعز وزير الصحة اللبناني علي حسن خليل إلى مستشفيات العاصمة بيروت كافة بوجوب استقبال جميع المصابين في التفجير الإرهابي وتقديم أعلى درجات الرعاية والعناية لهم، مؤكدا أن الوزارة تضع كل إمكاناتها لتأمين ما يلزم لمعالجتهم. ويعد هذا التفجير حلقة جديدة للأزمة السياسية التي تواجه البلاد في أعقاب تعثر تشكيل حكومة جديدة متوازنة بين قوى الرابع عشر من آذار وحزب الله منذ أبريل الماضي، ما قد يؤثر سلبا على مستقبل الدولة اللبنانية. شكرا نرمين وإيمان. أهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل: البورصة المصرية تتجاوز تفجيري المنصورة ومدينة نصر وتكسب 2,700,000,000 جنيه الأسبوع الماضي. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وربح رأس مالها السوقي نحو 2,700,000,000 جنيه، واستطاعت البورصة من خلال الأداء القوي أن تتجاوز التأثير السلبي للتفجيرات التي شهدتها مديرية أمن الدقهلية وأتوبيس مدينة نصر، وحققت مؤشراتها ارتفاعات جماعية. في سوق النقد المحلية استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم. فوفقا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، فقد سجل بيع الدولار الأمريكي 6.97 جنيه. في أسواق الذهب، وصلت أسعار المعدن الأصفر الانخفاض في محلات الذهب بالسوق المحلية على الرغم من صعود الأسعار عالميا، وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 235.15 جنيها. في الأردن، ناشد السفير خالد ثروت سفير مصر بعمان مجددا، ناشد جميع العاملين المصريين الذين يعملون من دون تصاريح عمل بضرورة اغتنام مهلة التمديد التي منحتها وزارة العمل الأردنية للدفعة الثانية من أجل توفيق أوضاعهم. ومن جهته أعلن أمين عام وزارة العمل الأردنية أن الوزارة مددت المهلة الممنوحة للدفعة الثانية من العمالة الوافدة المخالفة والبالغ عددها حوالي 95,000 عامل، من بينهم 60% من المصريين لتجديد تصاريح عملهم حتى 2 يناير 2014. إلى هنا مشاهدينا انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن البانوراما ما زالت مستمرة مع إيمان منصور ونرمين خليل. شكرا شهاب. أصدر وزير الدفاع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبد الفتاح السيسي أوامره بتخصيص طائرة نقل عسكرية على متنها 8 أطنان من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جنوب السودان.
في غضون ذلك وصل السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية إلى عاصمة جنوب السودان جوبا على رأس وفد رفيع المستوى للمساعدة في جهود الوساطة الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الاشتباكات الدائرة في جنوب السودان وتقديم الدعم الإنساني للمتضررين. ومن المقرر أن يلتقي السفير لوزة برئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت وقيادات أخرى في جنوب السودان. وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السودانية أبو بكر الصديق أن قمة طارئة لمجموعة دول منظمة التنمية الحكومية الإفريقية الإيجاد وبحضور رؤساء الدول ستعقد اليوم الجمعة بكينيا، وذلك لبحث الأزمة في جنوب السودان ولتسهيل ودفع مبادرة المنظمة للوصول إلى حل يرضي الفرقاء. كان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريم دياسيلين قد عقدا الخميس اجتماعا مطولا مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت في محاولة للتوسط من أجل الوصول لاتفاق سلام ينهي القتال الذي أودى بحياة الآلاف. وقد ناقش اللقاء وقف الأعمال العسكرية والبدء الفوري في الحوار لتسوية المسألة سياسيا والمعتقلين المشتبه في قيامهم بالانقلاب، والأمر الرابع هو الأزمة الإنسانية. محمد، ومشاهدينا يتبقى لنا في هذه النشرة التذكرة بأهم ما ورد فيها. إذن اشتباكات بين قوات الشرطة وطلبة مؤيدين لتنظيم الإخوان الإرهابي بمحيط المدينة الجامعية الأزهر بمدينة نصر. إجراءات أمنية في ميادين القاهرة والمحافظات والداخلية تؤكد أن التظاهر المخالف للقانون سيواجه بالحسم. مقتل 6 أشخاص بينهم وزير المالية السابق محمد شطح وإصابة العشرات في تفجير مروع بالعاصمة اللبنانية بيروت. ختام العناوين، ختام هذه الساعة الإخبارية الشاملة، تحية لكم وإلى اللقاء.